رشا، مساحتنا التالية رح نكون فيها بعالم القراءة ونسلط الضوء على نشاطات اتحادات الناشرين. عطلة طويلة وفرصة ملائمة في بعض الأشخاص بعضهم بيميلوا للقراءة، بفضلوا يقضوا هذا الوقت بالقراءة. رح نحكي عن القراءة بزمن الأعياد وكثير من التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ هيثم الحافظ وهو رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير أستاذ هيثم. صباحك ويسعد صباح القراء في سوريا كلها وفي الوطن العربي، ويسعد صباح المشاهدين واهلنا بسوريا، وبنقول لهم كل عام وانتم بخير واضحى مبارك، وان شاء الله هالايام دائما تكون فيها فرح امين وسعاده على الكل وعلى كل الشعب. يسعد صباحك استاذ واضحى مبارك على الجميع. يمكن كل حدا عم يشوفنا يستغرب اليوم انه نحن عم نحكي بفقره بوقت الاعياد، اليوم العيد للطلعات للفوتات للزيارات، ولكن احيانا الوضع الاقتصادي بيلزمنا انه نحن اليوم ما لنا قدرانين نعمل الاشياء اللي بنحبها المتعودين عليها، فبيكون الوقت كثير طويل. حتى السوشيال ميديا بلشنا نمل منها، ففي ناس كثير بتحب الكتاب تقرا. فاليوم هيك من خلال تواجدك معنا خلينا خبرنا شو اهميتها، واليوم اذا حبينا هيك نروح لشيء شو ممكن نروح؟ هلا شوفي، القراءه بكل امانه وصراحه هي مهمه بكل وقت، خصيصا نحن اليوم وقت عم نقول القراءه في اوقات الفرح والسعاده هي بتطغي على الاسره على القارئ على المجتمع مزيد من الألفة والمحبة والتعاضد والتعاون. أكيد. القراءة هي على فكرة منبر من منابر الحرية، منبر من منابر الثقافة، ازدياد المعرفة، ازدياد العلم، وحتى اليوم بواقعنا اليوم بعيدنا نحن اليوم كلاتنا فرحانين، فالقراءة هي نوع من أنواع الفرح، نوع من أنواع السعادة يلي أنا بتمنى نستطيع نجهزها ونشتغل عليها بشكل الكامل. هذا مسؤولية الأسرة، مسؤولية المجتمع، مسؤوليتكم أنتم كإعلام كمان أنه إحنا نصلي طول. أبدا ما مستغرب أنه نحن اليوم بيوم عيد وعم نحكي عن القراءة، لأنه القراءة هي بصراحة هي المستقبل المنشود، خصيصا نحن اليوم ونحن كلياتنا فرحانين بنجاح أولادنا أكيد. في الثانوية، وعم نشوفهم اليوم هن فرحانين بهذا النجاح، وعم نشوف على فكرة شيء جديد بمجتمعنا حقلكن عليه واللي هو هذه العلامات العالية اليوم، هذا الكم الهائل من الطلاب اللي عم تجمع علامات عالية، هذا جايب حتى اليوم عم نقول طلابنا عم تجيب 70% و80% و90% من تحصيلها العلمي في الثانوية، هذا مؤشر. أساسه ومخزونه لقراءة، مؤشر لأنه القراءة حقيقة حسنا نحن إن كان باتحاد الناشرين السوريين وإن كان بالناشرين السوريين أن نؤثر في المجتمع وأن نرفع من القيمة القرائية ومن نرفع من التعود على القراءة. طبعا نحن اليوم عم ناخذ نتائجها من خلال هدول الطلاب اللي هن عم يزدادوا في التعليم وعم يزدادوا في المعرفة وفي العلم، هدول كلياتهم هن خلينا نقول نتيجة ونتائج للقراءة يلي أنا بدي أقول دائما القراءة حياة، القراءة فرح، القراءة سعادة، القراءة محبة، والقراءة علم، والقراءة أيضا مستقبل منشود كلياتنا. طبعا أستاذ هيثم، دائما بتحرصوا تقوموا مجموعة من الفعاليات والنشاطات يلي بتشجع على القراءة، مثلا بسوريا من أيام كان في تحدي القراءة العربي، كان في مشاركة كتير كبيرة للطلاب، دائما في معرض الكتاب السوري يلي بتحرصوا تقوموا كل عام، معرض مكتبة الأسد الدولي. خلينا نحكي عن هدول النشاطات الكبيرة، خلينا نحكي عن النشاطات الصغيرة بتقوموا فيها باتحاد الناشرين دائما لتشجعوا على موضوع القراءة. هلا حتى بالعيد اليوم في عنا عدة علاقات ولقاءات مع خليني سميهم نشطاء في المجتمع المدني يلي هن مثلا الجمعيات، إن كانت الجمعيات اللي عم تحس على القراءة، إن كانت الجمعيات الخيرية يلي عم تستقطب اليوم مجموعة من الطلاب في ملاهي للأطفال، في أماكن تجمع الألعاب عم تعمل لهم مسابقات، عم تعمل لهم ازدياد في القراءة. حتى بموضوع تحدي القراءة كان لنا دور
كتير كبير، في عدة برامج ثقافية، عدة برامج إعلامية أيضا. خلينا نضوي عليهم بشكل مفصل أكثر. سوينا مثلا ببرنامج إذا بتتذكروا أنتم تابعوا برنامجنا الشهير اللي بيدعو للقراءة، في برنامج قرأوا فوصلوا، فتابعنا عدة أعمال للطلاب ولهدول البرامج اللي نحن جبناهم وعملنا مسابقات وعملنا مين بيقرأ 10 كتب، فطلع معنا في طلاب قرأوا 10 وقرأوا 20 وقرأوا 30 وقرأوا أكثر. فنحن اليوم بتصور نحن عم نسلط الضوء على هدول المجموعات القرائية. اليوم مثلا نحن في عنا مثلا في أحد الحدائق عنا مثلا عملنا مع جمعية حقوق الطفل كمان عدة مسابقات مين بيقرأ أكثر، وطلع عنا تصوري طلع عنا مثلا مجموعة من الطلاب هذا قارئ 50 رواية، هذا قارئ 40 رواية. هذا الكلام صار بالأعياد وعم يصير بالأعياد، عم نوزع لهم مثلا مجموعة من الكتب، مجموعة من المسابقات الثقافية. كيف يتم هون أستاذ عذرا أنه حضرتك قلت قارئ 50 رواية؟ نعم. يعني اليوم أكيد هو ما نحافظ بصم حتى تقدروا تعرفوا التفاصيل، يعني هو عم يقرأ يفهم تفاصيل الرواية أو طبعاً بس طبعاً كرمال أنه الوقت كرمال التحفيز أنه هو يربح بالمسابقة أو شيء؟ لا لا، هلا هو كيف عم تقيموا القصة؟ المسابقة هي بالأساس مبنية على ازدياد في القراءة. وعلى فكرة هدول الطلاب وقت يكون في عنده صار نهم بالقراءة وحب للقراءة ممكن ب4 أيام أو 5 أيام تقرأ رواية، لأنه هو وقت اليوم عم نقول نحن 6 ساعات أو 7 ساعات لهذا الطالب وهو عم يقرأ، فهو بيقدم بيقرأ رواية بشكل مثلا 150 صفحة أو 200 صفحة عم تنقرأ معه ب5 أيام أو 6 أو 4، ونحن وقت عم نعطيها وعم يجي يحكي لنا مثلا عنها في اكثر من مناسبه بيحكي لنا عنها. انه هي تقييم الروايه كيف عم يصير من خلال موجز فهمه من خلال الروايه. موجز احيانا ممكن نقول له احكي لنا عن الروايه، ممكن احيانا كنا بعده مسابقات نقول له انت شفت الروايه وقراتها وتابعتها، اعطينا نهايه مختلفه عن النهايه الحقيقيه للروايه. يعني ممكن نقول له مثلا انت اكتب لنا روايه مختلفه، ممكن نقول له طيب هاي الرواية شو كان ممكن ينقصها؟ يعني ممكن كان انت برأيك الشخصي انه مثلا ممكن شو ممكن كان تحط فيها؟ ممكن على فكرة اطفال صغار نعطيهم قصص صغيرة للاطفال نقول له اقرأها واعطيني انت وجهة نظرك متابعة. فاذا اليوم نحن بهذا المجتمع اللي احنا عم نشتغل عليه وعم نضوي على مجموعة من القراءات وعم نضوي على مجموعة من الاعمال التنشيطية وهدول الافكار الجديده اللي هي بدها تحفز المجتمع ونشتغل عليها عم تنمي ابداع اليوم. طبعاً اليوم لو الطفل اعطيني من ذاكرتك وخيالك قفله جديده، فقد اليوم عم يشتغل هذا الخيال عنده والابداع لحتى يعطي شيء مناسب للنص كامل. حتى انا بدي اقول لك هذا الابداع اليوم اللي احنا عم نشوفه مو بس عم يؤدي الى ابداع ادبي، يعني بعض الاحيان بيقولوا كثير مثلا تتهم القراءه انه دائما عم تنمي الجانب الحس الإبداع الأدبي للطالب. لا أبدا، ممكن نحن اليوم عم نقول له تعال اقرأ كتاب الفيزياء مثلا للأطفال أو الفيزياء للصغار أو الفيزياء المسلية، أو مثلا ممكن نقول له تعال نقرأ شيء له علاقة بالإلكترون، شيء له علاقة بالعلوم، شيء له علاقة بالكيمياء، وهذا كمان عم يحفز نمو الأطفال، عم يحفز نمو العقلي، عم يحفز الإبداع الجديد. اليوم على فكرة نحن بمجتمعنا اليوم هدول الشباب اللي هن صف 8 و9 و10 و11 هدول الصفوف الانتقالية، اليوم نحن كتير مهم نفعلهم معنا بشكل أكبر. اليوم كتير مهم نحن مو بس نعتمد على قراءة المناهج الدراسية رغم أهميتها، لكن اليوم وزارة التربية كتير مشكورة عم تحط بمناهجها أو بكتبها أنه اطلعوا على مثلا لمزيد من المعلومات حول الموضوع كذا تابع كتاب كذا، فهذا عم يرفع من سوية. لذلك على فكرة عم تشوفي أنه اليوم انعكاس وهذا التغير الكبير في مجموع العلامات يلي عم يجيبوه الطلاب بالثانوية أساس علمي طبعا. أساس ازدياد بالمعرفة وازدياد بالقراءة، ما هو فقط مبني على دراسته للثانوية. أنا كتير مبسوط بالفكرة اللي عم يساوها وزارة التربية
حتى بطرح الأسئلة. إنه طرح الأسئلة اليوم عم تكون في بعض الأحيان في أسئلة خليني أقول استنتاجية أو استنباطية، عم تكون من سؤال مثلا بالبكالوريا عم يجيبوا لي من صف الثامن أو من صف التاسع أو من صف العاشر، أو هو تتم لمزيد من المعرفة، أو أحيانا عم يجيبوا له سؤال استنتاجي ولو عليه جزء بسيط من العلامات لكن هو بيعطي تنشيط. بعض تنشيط ثقافي وعلمي، وهذا نحن عم حيصير عنا بكرة بالمستقبل مهندسين مبدعين، حيصير عنا أطباء مهرة، حيصير عنا علماء. نحن اليوم كيف سوريا اليوم بدأ تبني مجتمعها ويصير في عنا علماء إذا ما كان صار في عنا قراءة حقيقية اليوم، إذا ما كان في عنا توجه للعلم بتوجه معرفي حقيقي. إذا نحن كلياتنا أنت وأنا وعم ننبي أولادنا وأسرتنا بحيث نحن نساوي قراءة حقيقية، قراءة فاعلة، وهي السوشيال ميديا نحن خلينا ناخذها بجانبها الإيجابي. أكيد الجانب ستاس. يلي هي ترفع من سوية العلم والمعرفة وتنمي هؤلاء الأطفال. يعني بالختام بدنا نشكر وجودك معنا الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد ناشرين السوريين لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. الله يسلمك، وأنا بدي كمان صبح على السادة المشاهدين وضيف ملاحظة جديدة. تفضل. إنه نحن بننتظر طلابنا وقرائنا قريبا إن شاء الله في معرض الكتاب بمكتبة الأسد لنزيد بهال المعرفة والجديدة. غالبا بشهر 10 يعني حيعلن عنه بخلال الأيام القادمة، حنكون كلياتنا هدفنا القراءة والمعرفة والعلم والمستقبل المنشور. بالتوفيق أستاذ، وكل عام وأنتم بخير وأنتم جميع مشاهدينا. نورت صباحنا لليوم، أهلا وسهلا بحضرتك.